ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب السبت في القرآن الكريم في سورة الأعراف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. طب هي إيه قصة أصحاب السبت دي كاملة، وليه ربنا سبحانه وتعالى سخطهم لقردة؟ وهل أصحاب السبت دول ليهم نسل لوقتنا هذا زي ما اليهود بيقولوا، ولا النسل بتاعهم وقف عند القردة؟ وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقة دي إن شاء الله. صلوا على النبي، فلنبدأ الحلقة. كان في بعض اليهود بيسكنوا احد المدن الساحليه اللي بتطل على البحر، بس اختلف المفسرين عن مكان القريه دي بالتحديد، والقران برضو ما ذكرش اسم القريه، ولكن القران الكريم اكتفى بعرض القصه بقى. المهم اليهود في القريه دي ما كانوش بينزلوا يصطادوا يوم السبت، لان يوم السبت ده كانوا مخصصينه للعباده بتاعت الله سبحانه وتعالى، لانهم دعوا ربنا في يوم من الايام ان هم يخصصوا يوم للعباده وفي نفس الوقت يكون اجازه يريحوا فيه. فربنا سبحانه وتعالى امرهم انهم ياجزوا يوم السبت، ومشيت الايام والسنين لحد ما جه ربنا سبحانه وتعالى واختبر. ربنا سبحانه وتعالى حب يشوف صبرهم واتباعهم أمر الله، وإن يشوف القوم دول هيكون عندهم عزيمة في إرادة الله سبحانه وتعالى ولا هيتفتنوا. ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيختبرهم في الوقت ده كان بيختبرهم عشان خاطر يبعد عنهم الجشع والطمع، وعشان كمان يثبت حسن نيتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما كانوا بيروحوا معظم الأسبوع يصطادوا في البحر، لاحظوا إن السمك في الأيام اللي هم بيروحوا يصطادوا فيها بيقل نسبيا، وشافوا كمان إن يوم الأجازة اللي هو يوم السبت بيكون السمك على الشط من بره، ما بيبقوش محتاجين إن هم ينزلوا في البحر ويصطادوا، وبيكون سهل جدا إنك تصطاد السمك ومش هتحتاج إنك تنزل البحر عكس الأيام العادية. وزي ما قلت لكم طبعا الموضوع ده كان فتنة من الله سبحانه وتعالى. في قلة من القوم دول عزم الامر انهم ينزلوا يوم السبت بس مش هيصطادوا، هيعملوا حفر للسمك دي عشان خاطر اول ما تيجي السمك تنزل في الحفر دي، ويجي اليوم اللي هم هيشتغلوا فيه يلاقوا السمك جوه الحفر، وده في حد ذاته معصيه طبعا لاوامر الله سبحانه وتعالى، لانهم برضو عازمين الامر على ان هم يروحوا ويعملوا الحيله دي، مع ان الحيله دي اصلا غلط وتعتبر تحايل طبعا على الله سبحانه وتعالى، والموضوع ده مخالف لامر الله لانه يعتبر صيد كامل. هيفرقوا النبي ان بعد ما اصطدت السمك حطيته في الثلاجه ولا قلته في الطاسه؟ هنا انقسم اهل القريه لثلاث اقسام، فرقه عاصيه بتصطاد بالحيله، وفرقه ثانيه لا تعصي وبتوعظ كمان الفرقه الاولى على المعصيه اللي هما بيعملوه، يعني الفرقه الثانيه دي بتنهى عن المنكر وبتؤمر بالمعروف، وفي فرقه ثالثه لا بتعصي ولا بتنهى عن المنكر ولا بتؤمر بالمعروف، اللي هما انا مالي يعني. والفرقه الثالثه دي كانت على جدال دايما مع الفرقه الثانيه، كانوا بيقولوا لهم ايه فايده النصيحه الناس عصوا، كانوا بيقولوا لهم دول عصوا اوامر الله سبحانه وتعالى، هيسمعوا كلامنا احنا البشر. الفرقه النهي عن المنكر هنا قالت ده واجب علينا ان احنا ننهى عن المنكر ونؤمر بالمعروف علشان ما يكونش فيه حجه للاشخاص دول في يوم القيامه، حتى لو مش هيسمعوا كلامنا، لان الناس دول ممكن يجوا يوم القيامه ويقولوا الناس دي كانت بتشوفنا بنعمل الغلط وما كانوش بينصحونا. وهنا سبحان الله جاء امر الله على العصاه. في يوم من الايام الفرقه النهي عن المنكر نزلت القريه عشان تصطاد زي كل يوم، اكتشفوا ان مفيش غيرهم في القريه، واكتشفوا ان القريه فيها مخلوقات تانية. ربنا سبحانه وتعالى سخطهم لقرود. في بعض الروايات بتقول ان القرده دول لما اتسخطوا كانوا عارفين نسل الناس اللي هي الصالحه دي، يعني اللي ليه ابنه في القوم الصالحين دول كان بيروح له وبيعيط، كان الشخص الصالح ده بيقول للقرد اول ما يجيله الم ينهك الله عن هذا، فكان القرده بتهز راسها وبتقول نعم نعم. وفي روايات تانية كتير اتذكرت في الموضوع ده، ولكن إشاعة ان نسل القردة دول موجودين لحد دلوقتي الكلام ده مش صح، لان الاعلام الغربي في فترة من الفترات كان بيقول على الافارقة واصحاب البشرة السمراء انه يرجع اصولهم طبعا لاصحاب السبت، والكلام ده مش صح لان ربنا سبحانه وتعالى اماتهم جميعا. وهي دي قصة اصحاب السبت في وقت قليل وبشكل مبسط. وفي الاخير عايزك تحط لايك وتقيم الحلقة دي من 10 في التعليقات، وادخل عندي على السلسلة هتلاقي فيه فيديوهات تانية كتير، واسم السلسلة قصص القرآن الكريم. يلا اشوفكم على خير، السلام.